أعلنت وزارة الأوقاف الانتهاء من كافة الاستعدادات لاستقبال عيد الأضحى المبارك، مشيرة إلى أن هناك غرفة عمليات مركزية برئاسة الدكتور محمد مختار جمعة. وأكد وزير الأوقاف أنه تم إعداد نحو 6000 ساحة للصلاة فضلا عن المساجد، محذرا من الصلاة في الزوايا. وبخصوص صقوق الأضاحي، نفى ما تردد بشأن شراء الوزارة لحوم مذبوحة لتوزيعها على الفقراء. جاهزون لاستقبال عيد الأضحى المبارك، هذا ما أعلنه وزير الأوقاف دكتور محمد مختار جمعة من غرفة العمليات المركزية بالوزارة. وشدد جمعة على الالتزام بعدم صلاة العيد في الزوايا وإقامتها في الساحات والمساجد. هناك أماكن محددة حددتها وزارة الأوقاف المصرية، وأيضا سنستخدم القانون وبقوة مع أي مخالف، وسنقوم بتحرير محاضر وتحريكها ضد من يخالف ذلك. وشكلنا غرفة عمليات مركزية تعمل هنا إلى انتهاء صلاة العيد وتعمل على مستوى جميع المديريات. ونفى جمعة التعاقد على شراء لحوم مذبوحة بدلا من الماشيه الحيه لمشروع صقوق الاضاحي. اسسنا عبر التلفزيون المصري فيلما تسجيليا للحوم ورؤوس الاضاحي التي تم استعراضها بمعرفه وزاره التموين، وسيبدا ذبح الاضاحي في مشروع صقوق الاضاحي عقب صلاه العيد مباشره بمجزر ابي سنبل من الغد باذن الله تعالى. ولفتت وزاره الاوقاف الى التعاون مع وزاره التضامن الاجتماعي والتموين لتنفيذ المشروع. تعاقدت وزارة الأوقاف على ما يعادل 350 طن من اللحوم صقوق للأضاحي عن طريق وزارة التموين على أن تستورد لها رؤوس ماشية حية تكون عبر منفذ أسوان لذبحها أيام التشريق الثلاث، يوم العيد وأيام التشريق الثلاث، من بعد صلاة العيد وحتى قبل غروب شمس آخر يوم من أيام التشريق الثلاث. ولذلك وزارة الأوقاف تقوم بتوزيع هذه الصكوك عبر قاعدة البيانات المعروفة في وزارة التضامن. وسيتم ذبح الأضاحي بمجزر أبو سمبل بأسوان من أول أيام العيد حتى نهاية رابع يوم، كما سيتم طرح الصكوك عقب صلاة العيد بالساحات لتحفيز المواطنين على الشراء. استعدادات شاملة لوزارة الأوقاف لاستقبال عيد الأضحى المبارك لا تقتصر على توفير الأئمة المؤهلين والساحات للصلاة، بل تصل لتوزيع اللحوم على فقراء المسلمين في ربوع مصر من خلال صكوك الأضحية. كل عام أنتم بخير. محمود العزالي، النيل.